يعني احنا طبعا اللي بيتكلم مولود مثلا في ايطاليا او بيدرس من وهو صغير غير اللي لسه متعلم. انتي واصله لاني مرحله؟ يعني هل انتي خلاص بقى عندك الطلاقه في الايطالي لدرجه انك لما بتتكلمي مع الناس الطلاينه يقول لك انتي الاكسنت بتاعتك زينا انتي، ولا بيعرفوا ان انتي لسه على قدك؟ لا، رحت عملت انترفيو في شركه انترناشونال، كنت في تانية جامعه. مدير الشركه دي كان بيتابعني على اليوتيوب، قال لي انا عايزك معانا. ده ايطالي؟ ميمو هو متجوز ايطاليه بس عايش هناك يعني، وكان مستقر في مصر في الفتره دي. فقال لي انا عايزك. ده طلياني ولا مصري؟ لا هو مصري متزوج من ايطاليه وعايش هناك. تمام كده. قال لي انا عايزك معايا. فاللي عمل معاه الانترفيو واحده مصريه، قالت له مستحيل دي تبقى مصريه ابا عن جد، اكيد امها او باباها او فيها عرق الاكسنت بالظبط. فساعتها انا ابتديت ان انا اقول لها، كنت لسه في ثانيه جامعه. واحده مصريه ولا واحده ايطاليه؟ لا دي كانت مصريه بس مقيمه في ايطاليا كتير. قالت لي مستحيل، امبوسيبل يا سيدي تسيانا، مستحيل انت مصريه، اكيد مامتك او بابا وماما. قلت لها والله انا مصريه ابا عن جد. فراحت بتقول لي حد عندنا في البيت ولا الشارع ولا العيله بيتكلم ايطالي خالص؟ خالص مفيش حد خالص في المنطقه كلها مفيش. فقلت لها انا بحب اقلد الناس بالظبط، بجيب الاكسنت كده بحذافيره. اروبيا خرابي على بحب كده بالظبط. فقالت لي ما سي برافيسيما ما شاء الله، انت شاطره جدا ما شاء الله عليك. وبعد كده تعينت في الشركه وابتديت بقى اشتغل في الكول سنتر مع الطلاينه واعمل معاهم علاقات بقى. شركه كبيره، شركه اتصالات من الشركات اللي بيعملوا اعلانات في التلفزيون، شركه كبيره، ودخلتي بقيتي في الكول سنتر بالايطالي. فسمعت بقى اكسنتس من كل حته، لان ايطاليا عندهم صعايده بيتكلموا صعيدي زي مصر بالظبط. بقيتي تعرفي تفرقي بين الايطالي اللي فوق والايطالي في الجنوب وايطالي والايطالي يعني الشمال ده ممكن اكلمه بالطريقه بتاعته، الجنوب بالطريقه بتاعته. اصل هي سهله، مثلا احنا ممكن نقول كلمه كوزا دي روما بيتكلموا بيها، كوزا يعني شيء. في الجنوب بيقول لك كوسا كوسا كوسا. مش الكوسا بتاعتنا، لا كوسا، انما هي كوزا. كوزا زي عندنا زي المصري او الفلاحي، غير الصعيدي. أيوة. غير الاسكندراني. طلعت ونزلت الكول سنتر، علمني بقى ايه كل واحد من اي منطقه بيكلم بلكنه. ابتديت بقى اتعلم كل اللكنات. يعني انت بقيتي تاخدي التليفون فتبقي عارفه طبعا هو بيبلغك بالمكان بتاعه. او انا ساكن في حته فهي بتاخدي. لا مش بيونات. لا هو زميلي. امال بتعرفي منين ان ده شمالي وده جنوبي؟ من الاول كنت بستغرب، اصل ده مش الستاندرد، ده مش الكلاسيك الايطالي اللي انا خدته في الجامعه. طريقتهم غريبه، يعني كلمه ريكاريكابلي يقول لي ريارياببلي، يعني مفيش اي حاجه. ريكاريكابلي ده اللي هو شحن بيشحن اول باول، يعني حاجه ليها علاقه بقى بالشحن وكده. بس المصطلح غريب. مثلا كوكاكولا ممكن يقول لك هوها هولا. فالكف خليتها اللي هي خليتها كف. وايه الكلام الغريب ده؟ فكنت اسال ما دي دوبي ازاي، وانت منين، طب عايش فين؟ اذا الشمال بيتكلموا كده، الجنوب بيتكلموا كده، وعندهم بقى كل الاكسنتس دي. فابتديت بقى ان انا اتعامل مع كل واحد من الاكسنتس بالطريقه بتاعته. وبقى عندي بقى اصدقاء ايطاليينه وناس معايا في الشغل كانوا بيحبوني جدا عشان كنت اصغرهم. كان عندي 19 سنه فبيقولوا لي لبامبينا الطفله جت لبامبينا. فده بقى خلاني احب اكتر الحاجات دي. اشتغلت بقى في الفويس اوفر تبع موقع يعني على النت، منصه تبع المنصه دي، واشتغلت معاهم في الفويس اوفر لان انا كنت بحب قوي الافلام الوثائقيه. وبعد كده حصل بقى مؤتمر في الجامعه بتاعتي ما بين ايطاليا وسويسرا وكمان مصر. فاتعرض عليا ان انا احكي قصه حياتي، ان انا اتعلمت ايطالي من النت ومن الجامعه بس، ما خدتش كورسز بره خالص. فكنت بتكلم بالطريقه دي فحبوا طريقه كلامي، قالوا لي انت طريقتك تحفيزيه. فالرئيس القسم اتبسط مني جدا وسفرني شرم عشان انا امثل الجامعه، وكنت بترجم للغه هناك تبع منظمه حلم مشترك، حاجه تبع الحكومه والسياحه والكلام ده. فبعد كده ابتديت بقى ان انا اشوف الدنيا بقى. ترجمي فوري ولا بترجمي فوري؟ كنت بنزل معايا في الشارع وبترجم فوري بينه وبين الطلاينه فوري. اصلا الترجمه الفوريه دي اسهل حاجه في الدنيا. لا يا شيخ. لا والله، اصل هو الكلام، هو الكلام المتداول بتاعنا، مش ترجمه سياسيه ولا طبيه بقى ولا كتاب طبي معقد اترجمه. لا، كلام من السلس الشعبي بتاعنا ده. فسهل جدا. فكنت بستغرب جدا اللي بيترجموا فوري دول بيبقوا قاعدين جميل جدا مثلا قاعدين كده، ودي عماله تبص كده وتبص كده. لا انا بالنسبه لي كان
اكتر حاجه جميله هي الترجمه الفوريه، لان هو انت بتطلع اللي انت حاسه وبتوصل نفس الكلام، وكمان عندك امانه مترجم، يعني المفروض ان انت تاخد الكلام بالظبط توصله بالظبط. طيب انت وصلتي اللي خلاص يعني خلاص ان انت ما فيش كلمه تستعصى عليكي ولا لسه؟ لا اكيد طبعا، انا مش ناري في سبيكر اللي هو حد بقى مش لا خالص، مش المذر تونج بتاعتك، او ان انت اللغه الام مش بتاعتك ايطالي، فاكيد لسه في حته. بس بعرف اقنعهم ان انا يعني ما بيعرفوش يفرقوا ان انا مصريه ولا لا لو اتكلمت معاهم في مكالمه. حصلت كذا مره للطلاينة تعرفي الطلاينة عليهم الطلاينة، حتى واحد ايطالي بيقول لي هو انت بجد مصريه؟ فبقول له انا مصريه، بيقول لي بس الاكسنت اي لاتشينتو ايتاليانو بروبيو لاتشينتو ايتاليانو، لو انت عندك الاكسنت بروبيو لاتشينتو ايتاليانو بروبيو لاتشينتو ايتاليانو يعني مظبوطه. فالفكره الايطالي حاجه او جدا والفرنساوي كلهم اصلا من اللاتيني، والايطالي اصلا الطلاينه شبه المصريين. طب الفرق